أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من حصة صريح جدا. صريح جدا في هذا العدد يأتيكم من ولاية بتنة، ونتطرق من خلاله إلى موضوع العنف المدرسي الذي عرف انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة. نتابع. كان في الوسط الذي يرى أنه فيه تسلط، مثل دوباكي هذا الذي التلميذ يصبح يعيش في روتين قاتل. العنف المدرسي هو ظاهرة عدائية انتشرت في الآونة الأخيرة في المدارس، ومن أحد أسبابه هو التنمر في الوسط المدرسي، وهو سلوك رمزي، وكذلك الاضطهاد من طرف أحد المؤطرين الذي يجعل التلميذ عدائي. السبب الأول هو بصراحة ومع كل أسف هو أنه الأستاذ بصفة عامة، وإن كانت تعممت هذه الظاهرة، هذه احتقانات سنوات، الأستاذ بحيث يجعل المهمة الشريفة النبيلة هذه التربية اللي راهي مؤسسة تربوية اجعلها تعليمية وفقط، يعني وظيفة، مما أدى إلى النظرة تاع المراهق ليه على أساس هذا الأستاذ يحس غير على المادي، بحيث كاين شهادات راهم التلاميذ يقولوا يطالبوا من المعلمين تاعهم باش يشرحوا لهم الاساتذه، يقولوا روح لي ليكور. طبعا العنف له اسباب عديده ومختلفه، وحتى العنف انواعه، كان العنف اللفظي، كان العنف الجسدي، كان العنف حتى على مستوى الرؤيه، كان عند الذات الى غير ذلك، لان اسبابه كثيره وكثيره جدا. ثاني نقطه انه جمعيه اولياء التلاميذ ما عندها حتى صدى على مستوى الولايه تاعنا، ما عندها حتى تدخل. أنا بالنسبة كأستاذة مكونة كنت تلقيت تكوين كامل عن علم نفس الطفل في المعهد التكنولوجي، وهذه من بين الأسباب أنه بعض الأول الأساتذة في هذا الوقت يعني لا يمارسون هذا العلم، مما نلاحظ أن لديهم بعض النقص في التعامل مع التلاميذ، يعني من التكوين في الجامعة مباشرة إلى القسم. والعنف الكل يعاني منه، ليس الأستاذ فقط، وليس مشرف التربية فقط، وليس المستشار التربية فقط، وليس المدير فقط، وأنا أعتبر أن الضحية في هذا العنف كله هو التلميذ، لأن التلميذ هو قاصر، فالمدير مسؤول وبالغ، والأستاذ مسؤول وبالغ، وهلم جرع. أما التلميذ فهو يعاني من ضغوطات في محيطه الأسري، في محيطه الاجتماعي، وتكون لا محالة ردة فعل عنيفة إذا كان العنف ضده. احنا ما قلوش غير التلميذ، كاين في المدير، كاين في المعلم، كاين في المشرف، حتى من الأساس، نبدأوها من الأساس، من الأساس يضرب التلميذ، ما تضربوش، انت عندك خدمتك كذا ما تضربش. العنف هو سلوك ما يمد حتى صلة للتلميذ جاي يقرا ولا جاي يحصل علم، العنف هو سلوك شغل داخل المدرسة تاعنا، لازم نعرفوا من وين جا، قادر نلقاو هجا من الألعاب الإلكترونية اللي تمد ديما العنف، تتقابل ديما بالعنف، مثلا كيما نقولوا يولي التلميذ يحب يطبق ويشاف الألعاب هذوك يحب يطبقهم في الوسط تاعو، وهذا كامل راجع لغياب الرقابة الأبوية. لفظية وما أدرك من العنف اللفظي، العنف اللفظي اللهم ارضى كيما نقولوا احنا بالعربية والدارجة، يضرب ولا يهدر، المعلم كي يهين ولا المشرف ولا أي واحد يهين التلميذ تقعد له، وخاصة قدام تلاميذ. عندي حالة حية وما نقول شكون بدون ذكر الاسم، معلمة أستاذة في المتوسط خلات تلميذة صمة، يعني بكمت. تكوين الجيد لكل المؤطرين، أستاذ إداري مفتش، من الأفضل أنهم يكونوهم بالمشاركة ولا بإشراك أساتذة جامعيين ومختصين في هذا المجال، نفسانيين اجتماعيين تربويين، في كيفية التعامل مع التلميذ المراهق المتمدرس. من خلال تجربتي في هذا المجال رأيت أن العنف، أعطيك مثال على ذلك، لاحظت في يوم ما أن أستاذة استدعت ولي تلميذ، ولأنه قام بمخالفة، وأثناء تواجد الأستاذة وولي التلميذ فقام الولي بضرب ابنه أمام الملأ، فكانت ردة فعل عنيفة من التلميذ، من هذا الطفل على أبيه.
الحلول من وجهة نظرنا كتلاميذ نديروا حملات توعوية ونوعيوا فيها تلاميذ بخطورة العنف، وكذلك الألعاب الإلكترونية اللي عندها تأثير نحاولوا نجلبوها بأن نمارسوا رياضة. وضعف الوازع الديني، وهذا هو الشيء اللي راهو يأثر علينا احنا كجيل تاعنا، ويأثر ثاني على الأجيال اللي راح يجيوا من ورانا. لازم علينا نحاربوا المؤثرين اللي راهم يديروا في أمور تافهة. ونلقاو ثاني بعض التلاميذ عندهم ضغينة في قلوبهم، من واش جات الضغينة هذيك؟ جات من العنف الأسري، يبقى يلم في قلبه يلم في قلبه يلم في قلبه، ما عندوش وين يفرغ، يولي يفرغوا في صاحبه، يفرغوا في صاحبه على شكل عنف. ننصح التلاميذ انه يديروا رياضات وهذا كامل باش يفرغوا الطاقة الزائدة اللي عندهم، وكذلك ننصحوا انهم يقرأوا القرآن لما فيه من نصائح وما فيه من حوايج لازم نقتديوا بها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيأذيوه الناس كان يردها بالحسنة، القول البذيء يرده بقول حسن باش يدي الحسنة ويأثر في هذاك الإنسان بلي يعاود يبدلوا السلوكات تاعو. هكاك لازم نكونوا احنا لازم نقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. يلعب الأولياء دور مهم في إيجاد الحلول ضد العنف، عندنا مراقبة الأبناء وكذلك التربية الصالحة لأبنائهم، وكذلك المؤسسة التربوية التي تلعب دور مهم كذلك من خلال مراقبة التلاميذ، من خلال مراقبة سليمة للتلاميذ داخل المؤسسة التربوية، مشاركة الطلاب مثلا في الأعمال التطوعية والأعمال الجماعية من أجل تعزيز روح التعاون فيما بينهم. وتلميذ يعني نشجعوا المطالعة حوايج يديرهم باش يتجنب العنف داخل المدارس. والأسرة بعد لازم يكون عندها دور كبير، مثلا تلميذ يجي يحكي باباه يقول له تلاقيت بطفل، قلت له كما ما ينهيش على هذا الفعل. يعني هذه هي، احنا كتلاميذ كبار لازم نوليو قدوة للتلاميذ الابتدائي والمتوسط باش يتبعونا. كي يكون تلميذ كبير يدير حوايج ملاح راح يتبعو الصغير، والصغير هذاك ينمي فكرة لا للعنف في المدارس. هنا تفعيل دور الأطباء والأخصائيين النفسانيين التابعين لوحدات الكشف في التعريف بكل السلوكات الخطيرة كالإدمان المخدرات، الإدمان على الألعاب الإلكترونية العنيفة كما قلنا سابقا، يدربوا هذ المؤطرين كيفاه يتعاملوا مع هذه الحالات، يدربوا ثاني الاولياء لما لا حتى تكون حملات توعيه في المؤسسات التربويه ويكونوا الحضور الاولياء باش يكونوا مشتركين في عمليه التكفل ونبذ العنف في الوسط المدرسي. كان في الوسط الذي يرى انه فيه تسلط علماء مثل الدوباكي هذا الذي هنا التلميذ يصبح يعيش في روتين قاتل.